قلعة المضيق يوم الخميس 5 نيسان 2012. الجرافات ما تزال تواصل جرف التل الأثري الذي تقوم عليه قلعة المضيق الأثرية، وذلك لشق طريق لدبابات الجيش السوري الممانع. ها هي الجرافات تعمل على جرف التل الأثري في قلعة المضيق الأثرية يوم الخميس 5 نيسان 2012. قلعة المضيق الخميس 5 نيسان 2012، الجرافات تجرف التل الأثري وتشوه معالم القلعة الأثرية. الأهالي يتخوفون على ما تبقى من الآثار والحضارة القائمة في قلعة المضيق بعد عمليات القصف والتدمير التي استمرت لثلاثة أسابيع. نشاهد الجرافة وهي تقوم بجرف التل الأثري الذي تراكم عبر آلاف السنين.